حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. بغداد تحتضن مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي وتدابير ضد تدنيس المصحف الشريف. العراق والكويت دروس الجغرافيا والتاريخ ومحاذير التفريط بالخارطة الحدودية. ذن مشاهدينا ارتدادات حادثة تدنيس نسخ من القرآن الكريم ما تزال متصدر المشاهد المحلية والدولية. مزيد من المشاورات وتبادل الآراء لمنع تكرار الأعمال الاستفزازية لما تمثل من خطورة على مفاهيم التعايش. وعلى هذا الأساس عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الموسع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء استجابة لدعوة قدمتها بغداد وطهران والرياض. فهذا التظافر يمثل رسالة حاسمة وحازمة لكل الحكومات التي وفرت بيئة مثالية لهذا الاعتداء، بأن فعلا كهذا إذا ما تكرر سيتقابل أو يقابل بالمقاطعة على مختلف الصعد. هذا الالتئام يهدف لبلورة مواقف مشتركة واتخاذ مواقف عملية وفاعلة تتصدى لمحاولات الإساءة للكتاب السماوي. أما في ملف حصادنا لهذه الليلة أو الملف الآخر، فزيارة وزير الخارجية الكويتي إلى العراق بما تحمله من رسائل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلا أنها أحيت مسألة الخلافات حول عديد من نقاط الاختلاف، الأبرز فيها إعادة ترسيم الحدود البحرية ومسألة الحقول النفطية المشتركة، وسط محاذير من تنصل الأدوار والتفريط بخارطة البلاد المائية وإطلالتها على الخليج. وهذا ما يفرض اختيار المفاوض العراقي بدقة وتحميله أمانة الدفاع عن حدود البلاد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ حسين الجنابي. أهلا بكم أستاذ حسين، وبداية بناء على دعوة عراقية سعودية إيرانية أيضا اجتمعت منظمة التعاون الإسلامي عبر الفضاء الإلكتروني، لكن ممكن المفروض أن يكون هناك اجتماع مباشر نظرا لأهمية المسألة وخطورتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهديكم الكرام. بالتأكيد اليوم ما تواجه الأمة الإسلامية من أخطار، حيث أن تواجه الأمة الإسلامية تحديات كبيرة جدا قد تؤدي إلى تفككها من الداخل، حيث أن لكل أمة معتقدات دينية ومعتقدات وقيم مجتمعية هي من تحافظ على وجودها ودورها الإنساني بين الأمم، وأن عمر هذه الأمم هو بمقدار أصالة البناء القيمي والاجتماعي الذي بني عليها نظامها الاجتماعي والسياسي. بالتالي هذه التحديات حقيقة لابد أن توجد لدى الأمة الإسلامية يعني حركات أو على الأقل قرارات سياسية على أرض الواقع، حيث أن هناك غزو ثقافي كبير جداً من الدول الغربية، وهذا أيضا ما يسير عليه المنحرف سلوان موميكا في إجراءاته وتعمده في الإساءة للقرآن الكريم. بالتالي هناك أمة إسلامية وهناك دول كبيرة جدا ولها إمكانيات كثيرة ولها قدرات اقتصادية وأيضا قدرات إعلامية، بالتالي لابد أن تسخر هذه القدرات الاقتصادية والقدرات الإعلامية في سبيل شرح النظرية الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم على الأقل للشعوب الغربية، حتى تتفهم أن الدين الإسلامي هو ليس دين تطرف وليس دين تفريق بين الرجل والمرأة كما يحاولون
أن يوصلوا رسالة للشعوب الغربية. بالتالي هذه التحديات لابد أن تكون لدى الدول العربية وخصوصا الأنظمة السياسية توجهات ووحدوية ووحدة موقف في سبيل إحباط هذه المؤامرة عبر قرارات لابد أن تتخذ على أرض الواقع ويكون لها نشاط فعلي أمام الشعوب الغربية وحتى الشعوب الإسلامية. اليوم هي بحاجة إلى أن تجد مواقف سياسية تصب في مصلحة وحماية المصالح العليا ومنها حماية الدين الإسلامي الذي هو المرتكز الأساسي للأمة الإسلامية في وجودها ودورها الإنساني بين الأمم. أيضا ينضمنا عبر سكاي مباشرة من السعودية المحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي. أهلا بكم سيد مبارك، وبداية بخصوص اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي جاء بناء على دعوة من السعودية وأيضا العراق، لكن مقابل هذا الاجتماع ما مدى إمكانية أن تطبق مقررات هذا الاجتماع وتبين خطورة استمرار هذه الدول في منح تراخيص لهكذا أعمال مستفزة؟ السلام عليكم، أسعد الله جميع أوقاتك والزميل ومشاهدك الكرام. في اعتقادي أن الاجتماع في بحد ذاته اجتماع مهم جدا، وتم التداعي له بشكل عاجل بدعوة كما تفضلت من المملكة العربية السعودية والأشقاء في العراق وأيضا الأشقاء في إيران، أعتقد أنه كانوا من ضمن من دعوا. نعم فعلا. الاجتماع بالفعل كان على مستوى التوقعات وعلى مستوى الأمال. للتو يعني صدر منه بيان تكون تقريبا من 35 بند، لفت انتباهي البند رقم 26 تقريبا، أشار حيث دعا فيه كل الدول بأن تأخذ أو تتخذ مواقف قد تراها مناسبة حيال تغاضي أو تماهي أو تسامح حكومات السويد والدنمارك مع مثل هذه الأعمال يعني المناهضة للدين الإسلامي والمناهضة للمقدسات الإسلامية وللمصحف الشريف، وترك المجال مفتوحا للحكومات الإسلامية بل أرى أنه حفزها على أن تتخذ إجراءات إما سياسية ومقصادية، استدعاء السفراء الدول الإسلامية من تلك الدول للتشاور، وأيضا دعا سفراء الدول الإسلامية بالتحرك الجماعي داخل السويد وداخل الدنمارك لكي تكون المواقف الإسلامية مواقف متوحدة أو متراصة تجاه هذا الجرم الخطير. طيب أستاذ حسين، المنظمة تضم 57 دولة، يعني هذا الصوت الجماعي للعالم الإسلامي يعني سيكون عند القدرة أن يبعث برسائل حاسمة وحازمة للسويد والدنمارك مثلا، من أجل أنه إذا الفعل إذا ما تكرر ممكن أن تكون بالمقابل مقاطعة جماعية من هذه الدول؟ بالتأكيد، لنؤشر على بعض الأمور الواقعية. الأمة الإسلامية مصابة بالوهن ومصابة بالكسل، كذلك بسبب أيضا الخلافات المذهبية ما بين هذا وذاك، أدى إلى أن تستضعف هذه الدول من قبل الدول الغربية خصوصا، وتجدها سهلة التناول وسهلة النفوذ إليها وقادرة على التحريك أو التأثير على ثقافتها الإسلامية. لكن دائما أو على الأقل عندما تواجه، يعني كمثال على ذلك، هذه الدول كان من المفترض عندما تواجه أزمة كبيرة يعني مثل الغزو الثقافي الغربي الذي يهدد وجودها حقيقة، يجب أن تصل إلى مرحلة من التماسك على الأقل أمام الأزمات الخارجية ووحدة الموقف في مواجهة هذه التحديات الكبيرة التي من الممكن فيما لو نجحت الدول الغربية في غزوها الثقافي قد يؤدي إلى نشوء أو بروز خلافات وربما حتى حروب داخلية صغيرة تؤدي إلى تفككها، على الرغم من أنها تمتلك كل عوامل القوة والقدرة والوحدة لمواجهة أغلب الدول وأغلب التحديات التي ممكن أن تحدث فيما لو اتحدت وكانت يد واحدة لمواجهة هذه التحديات. إذن القدرة والإمكانيات موجودة، لكننا بحاجة إلى موقف سياسي موحد من هذه الدول لاستثمار هذه القوة وهذه القدرة والتحديات والغزو الثقافي الذي تشنه الدول الغربية على الأمة الإسلامية.
طيب سيد مبارك، إذا كنت تسمعني، بنهاية هذا الاجتماع تم الاتفاق على مشروع قرار من 35 نقطة، لكن ما هو السبيل لترجمتها على أرض الواقع؟ نعم أسمعك، لكن بكل أسف الزميل قبل قليل لم يتسنى لي أن أستمع إليه بسبب تقنية. عموما طيب، في رأيي أن التحرك الجماعي بدأ واضحا من خلال التداعي لانعقاد هذا المؤتمر. الأهم أن الخطوات القادمة يجب أن تكون جماعية بالفعل، يتم استدعاء السفراء بشكل جماعي، يتم اتخاذ خطوات إما سياسية أو اقتصادية أيضا بشكل جماعي، وأن تكون أي قرار يتم اتخاذه سواء بحق السويد أو الدنمارك أن يكون جماعيا، وأعتقد أن هذه الدول قادرة بالفعل. إما أن تترك هذه الخطوات أحادية أو يترك المجال مفتوحا لهذه الدول، أعتقد أنها قد تتباين ومن ثم سيضيع يعني الموقف الجماعي. تكرار هذه العملية حقيقة على الأقل يعني خلال شهر يونيو من 20 و22 و23، يعني ثلاث عمليات إجرامية ضد المصحف الشريف في السويد وفي الدنمارك، يؤكد بالفعل على أن هناك نوايا يعني متأصلة سواء تجاه المجرم الذي قام بهذا الجرم ومن يقف خلفه، أو حتى الحكومات في السويد وفي الدنمارك، بل أنه يتوجب أيضا على منظمة التعاون الإسلامي ودول منظمة التعاون الإسلامي التحرك حقيقة لمراجعة أيضا نظم هذه الحكومات التي تكفل الإساءة لأقدس كتاب على وجه الأرض، وتتغاضى أيضا عن الإساءة إلى التوراة أو الإنجيل أو غيرها، مع رفضنا أيضا للإساءة للتوراة والإنجيل، لكن أن التمايز أو ازدواجية المعايير، ازدواجية المقاييس التي يتبناها القادة الغرب وتحديدا في السويد والدنمارك تحتاج إلى وقفة حقيقية، والعودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي جرم الاعتداء على الرموز الدينية بشكل عام، والعودة أيضا إلى مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان الذي أقيم في النمسا، والذي يقوم أيضا على التقريب في وجهات النظر بين أتباع الأديان، وأيضا رفض الإسلاموفوبيا، رفض الاعتداء على الدين، رفض الاعتداء على أتباع الأديان الأخرى، في الوقت الذي نجد أن هذه الرموز في الدنمارك وفي السويد وغيرها أيضا من الدول الأوروبية بالمناسبة، يعني هناك الكثير من الأمثلة على مثل هذه الانتهاكات، لكن عندما تتحرك الدول جماعيا أعتقد أنها ستحقق الهدف الأسمى وهو حماية هذه الرموز الإسلامية. طيب سيد مبارك، يعني أبرز هذه النقاط أو المخرجات هي قضية ونقطة مهمة أنت ذكرتها، هي ضرورة العمل على مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، لكن ماذا ممكن أن تفعل الدول العربية أو الإسلامية بشكل عام لمكافحة هذه الظاهرة التي حتى دخلت إلى بعض الدول الإسلامية؟ يعني بكل أسف يعني يجب أن ننتقل من الجهد الإعلامي وجهد السياسي وجهد الثقافي إلى ومواقف اقتصادية، وأن نتطور من خطابات إعلامية رنانة إلى خطوات عملية حقيقية على أرض الميدان. ليس فقط دول الخليج هي المطالبة بذلك، بل كل الدول العربية، كل الدول الإسلامية دون استثناء، حتى الدول الفقيرة في أفريقيا يجب أن يكون لديها موقف واضح، موقف موحد، حتى يتم الانتصار للرموز الإسلامية. لدينا خطوات نستطيع القيام بها سواء تحت مظلة الأمم المتحدة، تحت مجلس الأمن الدولي، العودة للقرارات التي جرمت مناهضة الأديان، إعادة تفعيل الاتفاقيات الثقافية والفكرية التي عقدت بشكل جماعي بين الدول الإسلامية وبين هذه الدول، إغلاق أيضا أو تعليق الاتفاقيات التي كانت قد أبرمت إذا كان من شأنها أن تضغط على الحكومات السويد والدنمارك. هناك اتفاقيات اقتصادية وقعت، اقتصادية، اتفاقيات ثقافية فكرية يجب تعليقها إذا لم يكن هناك تطور إيجابي من حكومة السويد وحكومة الدنمارك. الاتصالات الهاتفية التي جرت مؤخرا حقيقة ما بين وزير خارجية السويد ووزير خارجية الدنمارك بسمو وزير الخارجية السعودي مهمة جدا، لكن يجب أن تكون هناك خطوات عملية أيضا منهم. تستطيع المجموعة الإسلامية أن تحقق خطوات عملية كما قلت بشكل جماعي باستدعاء السفراء، بأيضا
طرد السفراء السويد والدنمارك ايضا، لما لا؟ اعتقد اننا سنضطر لمثل هذه الخطوه ان استمرت السويد والدنمارك استمرار في مثل هذه الخطوات التي تسيء لرموزنا الاسلامي. طيب استاذ حسين، كنت تتحدث عن مخاطر الغزو الثقافي وتاثيراته، ومن ضمن مقترحات والنقاط اللي طرحها العراق تحديدا انه على مؤسسات المجتمع المدني الاسلاميه في الدول الاعضاء العمل مع نظيرتها التي تقع في الدول اللي تصير بها الاعتداءات المعاديه للاسلام على نسخ من المصحف الشريف او قيم مقدسه او رموز دينيه وغيرها. ماذا يفترض على هذه المنظمات الثقافية الإسلامية المنتشرة في كل دول العالم؟ بالتأكيد هناك كثير من الأمور التي من الممكن أن نلجأ إليها، فمثلا كثير من نقاط الضعف التي تحتويها نظرياتهم، فمثلا هم يقولون نحن حماة حقوق الإنسان وحرية الإنسان، ممارسة العقائد والاعتقاد الديني هو جزء أصيل من حرية وحقوق الإنسان التي يتشدقون بها والتي يفتخرون بها والتي يقولون نحن الأولى بحقوق الإنسان ونحن من يطبقها على عكس الدين الإسلامي، بينما هو على العكس حقيقة. الدين الإسلامي هو من يعطي الحرية في الاعتقاد الديني، وهناك أيضا مثلا في العراق وفي باقي حتى الدول الإسلامية الكثير من أصحاب الديانات الأخرى كالديانة المسيحية واليهودية وغيرها هم يعيشون بسلام ومندمجون في المجتمع الواحد. لذلك هذه المواقف وهذه التآخي الذي جاء به الإسلام والعدل والمساواة يفترض على منظماتنا بشكل عام أن تجلس معا وتؤسس لها غرفة عمليات، بحيث تكون مخرجات هذه غرفة العمليات يعني نظرية واضحة وخلينا نسميها كراس ثقافي يستند ويستمد مبادئه من الثقافة الإسلامية، وبالتالي هنا تكون هناك وكأنما هو جيشين متقابلين، الجيش الذي جاءت به الدول الأوروبية الفكر الغربي المنحرف، ويقابل هناك الجيش إسلامي جيش ثقافي موحد قادر على المناظرة وقادر على التحليل وقادر على الرد بشكل سلس وهادئ جدا ويستند على الحوار. بالتالي أغلب الشعوب الغربية دائما أو قادرة على استنباط أو الفصل ما بين الفكر المنحرف والفكر القويم. هذه يعني خطوات يجب أن تقوم بها حتى الدول الإسلامية، تكون داعمة لهذه المنظمات حتى تأخذ على عاتقها العمل بشكل مباشر حتى في الدول الغربية. اليوم نحتاج حتى في دولة السويد التي تقول أن هذا من حقوق الإنسان أو الحرية للفرد، إذن لابد أن يكون أيضا نمارس نحن حريتنا وحقوقنا الإنسانية أيضا في دولة السويد، مثل ما هو يحرق المصحف الشريف علينا أيضا نحن أن نوصل رسالتنا الإسلامية، رسالة العدل والتآخي والمساواة التي جاء بها الدين الإسلامي. أعود لك يا سيد مبارك، أبقى بذات الموضوع، منظمات المجتمع المدني الإسلامي الموجودة في السويد في الدنمارك وأغلب دول أوروبا، يعني ممكن أن تتحرك هذه المنظمات بشكل قانوني إضافة إلى الأسلوب المعنوي الذي ذكره أستاذ حسين، أن تتحرك بشكل قانوني تلجأ للمحاكم المحلية الموجودة في هذه الدول قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية؟ المجال متاح للخطوات القانونية، الخطوات الثقافية الفكرية، لكن بكل أسف يعني تأثيرها دائما بطيء، تأثيرها بعيد، لا تحدث التأثير الحقيقي. بالمناسبة يعني ليست هذه هي المرة الأولى، قد جرى مثل هذا الجرم قبل عامين تقريبا أيضا في السويد وفي الدنمارك، ومع ذلك نرى أنها عادت للمرة الثانية. لذلك أرى أن العمل الاقتصادي والعمل السياسي أيضا هو العمل الحقيقي الذي سيوقف مثل هذه الخطوات. النقطة الأخرى أيضا القمم السياسية والقمم الثنائية التي تعقد بين الفينة والأخرى أو في الوفود السياسية التي تفد لدول العالم الإسلامي من السويد أو من الدنمارك، بكل تأكيد يجب أن تكون هذه القضية حاضرة في كل قمة وأن تكون حاضرة في كل بيان مشترك يصدر في ختام أي زيارة يقوم بها مسؤول سويدي أو دنمارك أو العكس لدولة إسلامية. يجب أن تكون هذه القضية دائما حاضرة في كل المناشط السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية وأيضا القانونية. النقطة الأخرى أيضا
يجب تفعيل القرارات او قرارات الجمعيه العامه المتحده، قرارات اليونسكو والقرارات الثقافيه، المنظمات الثقافيه التي تجمع الامم المتحده، بكل تاكيد مدعوه هي الاخرى لان تطلع بدورها تجاه يعني تجريم مثل هذه الاعمال الارهابيه. ما تفضل به الزميل صحيح واتفق معه، لكن تاثيراته دائما للاسف بطيئه وبعيده التاثير. طيب في هذه الحالة سيد مبارك تبرز أهمية التركيز على الحوار، ونرجع للنقطة الأولى بهذه المقررات، مقررات هذا المؤتمر، وهو الحوار مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من اتساع وتكرار هذه الأفعال. بلا شك دائما تطالب الدول العربية والدول الإسلامية دائما تطالب بقضية الحوار ما بين أتباع الأديان، وهو المركز الذي قامت المملكة العربية السعودية على نفقتها في النمسا وفي أسبانيا، المؤتمرات التي انعقدت بالمناسبة في العراق في السعودية في كذا دولة إسلامية كلها نادت حقيقة بالحوار وبالتفاوض ما بين النخب الثقافية، النخب الفكرية، الكتاب، قادة الإعلام، قادة الرأي في هذه الدول. لكن ومع ذلك نجد أن مثل هذه الأعمال تحدث بين الفئة الأخرى، نظرا لأنه لم يسن أنظمة تجرم، سنة أنظمة تسمح بما سمي بحريات، لكن في الحقيقة يجب أن يضغط على هذه الدول لتسن أنظمة تجرم الاعتداء على الرموز الدينية وتحديدا الرموز الإسلامية. ولذلك عندما رأينا أن هذا المتطرف الذي يعني العربي الذي ذهب إلى السويد هو استغل ثغرات النظام، ولذلك أؤكد على مراجعة هذه التنظيمات التي تستغل من المهاجرين العرب، من المهاجرين الأكراد، مهاجرين الغير عرب أيضا، كل هؤلاء دائما يستغلون الثغرات في هذه الأنظمة. لذلك أطالب حقيقة الدول الإسلامية بمناقشة هذه الدول، ليس تدخلا في شؤونها الداخلية ولكن لحماية مقدساتنا، حماية رموزنا الإسلامية، يعني تخفيف عملية الإسلاموفوبيا المتأصلة والتي تزداد حقيقة عندما ازداد العمل العربي المشترك، عندما ازداد العمل الإسلامي المشترك، عندما رأينا القمم العربية الفاعلة مع الرئيس الأمريكي ومع الرئيس الصيني، رأينا أن هناك ارتفاعا في عقيرة الإعلام الغربي ضد الدول العربية وضد الدول الإسلامية، وهذا أيضا غذى عملية التطرف المضاد للدول الإسلامية والدول العربية. طيب. نطالب هذه الدول الإسلامية ومراجعة تنظيماتها التي يتم استغلالها من بعض العناصر المتطرفة ضد رموزنا الإسلامي. طيب أستاذ حسين، كيف قرأتم رفض وازدراء هكذا أعمال مسيئة للمقدسات وغيرها، ازدراءها من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الكنيسة ومن قبل المجتمع السويدي المحافظ وبقية الدول الأوروبية؟ وشاهدنا يمكن أحد الأخوة المسيحيين شلون طرد سلوان من المحل مات ما قبل يتعامل وياه أو يبيع له أيضا. بطبيعة الحال هناك رفض يعني مجتمعي لما يقوم به هذا المنحرف سلوان موميكا. بالتأكيد هناك في المجتمع السويدي من يرفض ذلك على اعتبارات قيمية وأخلاقية، فهو هذا العمل مرفوض من كافة الأديان وحتى المجتمعات التي غير متدينة. ونقول لو فرضنا حصل العكس وقام أحد العراقيين في الداخل العراق هنا بحرق مثلا الكتاب المسيح، كتاب الإنجيل، ماذا يحصل؟ هل تتصور ردود مدى حجم وردود الأفعال لدى الدول الأوروبية؟ سيكون هناك تحرك في كافة المجالات، وربما حتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحرك في سبيل ذلك. لكن بما أنه القضية قضية تعود للدين الإسلامي وهناك برود من الأنظمة السياسية الأوروبية لردع هذه هكذا تصرفات، بل بدأت تنتشر في المجتمعات الأوروبية لأن هناك حماية من الأنظمة السياسية لمن يقوم بهذه الأفعال، وبالتالي كانت وكأنما هناك تأييد ودعم لمن يقوم بهذه الأفعال. نحن لا ننكر وراء هذه الأعمال هناك مقاصد سياسية، مقاصد كثيرة ربما تظهر في وقت آخر، وربما يسمح لنا الوقت في تحليلها وتفسيرها في المستقبل القريب. بالتأكيد هناك مقاصد سياسية، هناك من يحاول استفزاز المجتمع الإسلامي لكي تكون هناك ردات فعل عنيفة تجاه المسيحيين الذي يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين. ربما هناك
أن يخلقوا مبرر من ذلك لكي يتدخلوا أمميا في إحدى الدول الإسلامية، وربما يكون العراق إحدى هذه الدول التي المستهدفة لكي يكون هناك تدخل أممي فيما لو كانت هناك ردات فعل عنيفة ضد المسيحيين الذين يعيشون في العراق. تعتقد سيد مبارك أنه يمكن التعويل على الوعي الموجود عند الكثير من المواطنين الأوروبيين المسيحيين وغيرهم الموجودين في هذه الدول، ممكن التعويل على هذا الوعي، وعي الشعوب الأوروبية، مقابل ضبط النفس الذي تحلى به المسلم الموجود في هذه الدول؟ بلا شك نقدر عاليا الحقيقة تطلع به كثير من المجتمعات الغربية وتعاملها الراقي حقيقة واحتوائها لكثير من المنظمات الإسلامية وتعاملها الواضح والسلس حقيقة، ومكنت هذه المنظمات الإسلامية من أن تنشر الدين الإسلامي. بلا شك هناك تعاون واضح وملموس من النخب في الدول الغربية، لكن نعمل أيضا من المؤسسات الثقافية، المؤسسات العلمية، الجامعات، تعارف الجامعات، الصحف أيضا، أن تتفاعل إيجابيا مع الرموز الإسلامية، بمعنى أن تكفر عن خطيئتها بأن تنشر في الصحف أيضا السويدية والدنماركية ما يعزز القيم الإسلامية، تأخذ من القيم الإسلامية وما يعزز القيم المشتركة ما بين أتباع الأديان السماوية وما بين الشعوب الإسلامية والشعب الدنماركي الصديق، الشعب السويد، بمعنى أن هناك فرص كبيرة أيضا من النخب الإعلامية بأن تغذي المسارات التي من شأنها أن تحدث تقارب أيضا ما بين الشعوب. كان يفترض أيضا من الحكومات السويدية أن تكفر عن هذه الأخطاء بأن تطبع النسخ من المصحف الشريف على نفقتها، توزعها، تقيم معارض إسلامية، إنشاء مسجد في مقر في المكان الذي أحرق فيه المصحف. صحيح أنها أحيانا بعض الأفكار تكاد تكون بعيدة، لكن يمكن تطبيقها على الأقل من شأنها أن تكفر عن الأخطاء التي ارتكبت ضد أطهر وأقدس كتاب يعني أنزل على هذه الأرض، ومن ثم أيضا من شأنها أن تحدث تقريب وإعادة تقريب وجهات النظر ما بين الشعوب وأتباع الأديان الإسلامية وغيرها من الأديان السنية. طيب أستاذ حسين، الدول الإسلامية المجتمعة في هذا المؤتمر وجهت الخطاب الانتقاد إلى حكومات الأوروبية وليس إلى الشعوب الأوروبية. حكومات الدول الإسلامية تعتقد أنها قد شخصت مآرب هذه الأعمال الإجرامية ضد المقدسات الإسلامية؟ نعم، هذا يؤكد كلامنا أن هناك قصدية سياسية في هذه الأفعال، وهناك من يقف وراء هذه الأفعال، خصوصا أن هذه الأفعال التي ارتكبها هذا المجرم هي صادفت في بداية السنة الهجرية وأيضا في عيد الأضحى وكذلك أيضا في يوم عاشوراء واليوم أيضا، وكأنما هو يتعمد ذلك في يوم انعقاد مجلس التعاون الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي، وكأنما هو يرسل رسالة تعمد ويحاول أن ينشأ حالة من الانفعالية لدى الشعوب الإسلامية من أجل أن يتحقق لهم المقصد السياسي في إثارة الشارع الإسلامي. لكن حقيقة دائما الشعوب الإسلامية تعطي رسالة طمأنة، تعطي رسالة عقل، ويعني خلينا نسميها تجسيد كامل للقيم الإسلامية التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هذه الرسالة السماوية هي دائما ما تكون هي الغالبة وهي المنتصرة، كما انتصر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطف أمام قوى الكفر والإجرام والانحراف. الشكر جزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ حسين الجنابي، كنت ضيفا كريما. والشكر جزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من السعودية. شكرا لكم سيد مبارك. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونتحدث في الملف الثاني عن الحدود البحرية ما بين العراق والكويت، ونرحب أيضا بالمختص في مجال الأنهار والحدود الدولية الدكتور غازي الربيعي. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وأود أن أسألك أنه طيلة عقود حتى الآن لا يوجد ترسيم للحدود البحرية ما بين العراق والكويت، شنو السبب؟ دكتور غازي. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. رحب بك أخي العزيز وبقناتكم الكريمة وبجمهوركم، ورحب كذلك بالكادر كادر البرنامج. حياك الله. حياك. أي دكتور، شنو السبب لحد الآن ماكو ترسيم للحدود البحرية ما بين العراق والكويت؟ الحقيقة ترسيم الحدود البحرية بأكثر من مشكلة، يعني عندنا احنا 27 قرار صدرت من قبل الأمم المتحدة، اللي يهمنا من 27 هو قرار 660 في سنة 1990. نعم. والقرار الثاني المثير للجدل 687 لسنة 91، وال 773 بال 92، والقرار الأكثر جدلا هو 833 لسنة 93 اللي صدر يوم 27 آيار 93. صدر من قبل من؟ من قبل الأمم المتحدة. طبعا قرارات الأمم المتحدة كلها صدرت وفق البند السابع للأمم المتحدة، والعراق لم يكن حاضرا، والآلية التي تتبع في ترسيم الحدود هو اتفاق الدول فيما بينها، يعني يحصل قبول وإيجاب، ومن ثم بعد الاتفاق بعد التحديد والتعيين والترسيم ممكن عرض الموضوع كوثائق لدى الأمين العام لتوثيقها. هذا ما جرى بين العراق والكويت. طيب هسه العراق المفاوضات بعدها ما بدأت، احنا منتظريها، لكن ليش المخاوف من هسه بدأت وبدأ اللغط والجدل حول هذه المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية؟ الحقيقة الأخوة في الكويت طبعا يردون ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162. نعم. معناتها إذا اعترف العراق ورسم هذه الحدود احنا كمختصين نعتبرها جريمة بحق العراق، لأن المرحلة الثالثة بين ثلاثة أطراف العراق والكويت والأمم المتحدة قد انتهت عام 1993، وهذا معناتها العراق يقر ولا يعترف بال 833. نعم. وهذا غير صحيح. هذا يعني مو معنى دكتور، إذا تسمح لي قاطعك، مو معنى أن العراق ممكن أن يفقد إطلالته البحرية؟ لا، ما يفقد إطلالته البحرية. العراق يعني رئيس اللجنة اللي هو رجل غير عادي، هو رئيس الوزراء، عفوا وزير الخارجية الأندنوسي مختار كوسوما أدمانجا، وفق القرار 883 قال أنا غير مسموح لي أو غير مخول بترسيم الحدود البحرية، أنا حدود مسؤوليتي هي الحدود البرية وليس الحدود البحرية. No. فالرجل لما ألحوا عليه، أو تدري الأخوة الكويتيين يعني قدموا أشكال الرشا والتأثيرات الأخرى، زائدا أنه أمريكا القطب الأوحد بالمنطقة وغير غايب على العالم كله، شغلة نيرة بالأمم المتحدة، هذا السيناريو اللي رسموه. والعراق كان تدري الدول اللي تخسر الحرب تكون مذعنة. لا. فاستقال الرجل، قدم استقالته وقال أنا ما مخول وهذه استقالتي. والترسيم يعني وفق هذا القرار هو مجحب بحق العراق، وحتى النائب والوزير الدكتور أحمد الربعي الذي هو من الكويت وليس من العراق، عندما صدر القرار في 27 آيار هو باليوم التالي يوم 28 صرح
قال هذا القرار قنبلة موقوتة، وفعلا هو قنبلة موقوتة، لأن يعني سبب مشاكل للعراق وللكويت. طيب. وراح يبقى هذا الموضوع ما راح ينتهي، لأن خلف فد وضع ألحق الضرر بالعراق وبحقوقه الإقليمية والتاريخية، لا سيما ترسيم الحدود البحرية. طيب حاليا أكو مفاوضات يمكن أن يعول عليها لترسيمها الباحث والأكاديمي السيد عادل المناعي، انضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم سيد عادل. العراق ليس عادل. نعم عايد الأستاذ عادل، دكتور عايد. دكتور عايد أهلا بك سيد عايد، عذرا للخطأ في الاسم كما وردني من قسم العلاقات. سيد عايد، العراق عند مخاوف من قضية ترسيم الحدود البحرية ما بين العراق والكويت، هل لدى الكويت ما يمكن أن يطمئن العراق بخصوص هذه المفاوضات؟ أولا تحياتي لك وضيفك الكريم ومشاهدين الأعزاء. يعني أنا أعتقد أن الكويت أثبتت حسن نواياها من حقيقة إقامة من استقلال 1961. الكويت بلد صغير ينشد السلام والأمن والاستقرار، ولا نريد مشاكل لا مع هذا الجار ولا مع ذاك إطلاق. لذلك يعني من غير المنطق أنه والله الكويت تفتعل يعني مشاكل أو كذا. هناك الحقيقة اتفاقيات ثنائية، منها رسالة نور السعيد سنة 1932، ومنها قابلها اتفاقية العقيرة 1922، وأيضا الاتفاقية الإنجليزية العثمانية 1913 كلها تحدثت عن الحدود. وبالتالي جاء القرار 833. أيضا خلني أكمل لك، وفي العهد الجمهوري في 4 أكتوبر 1963 وافق العراق على الاعتراف بالكويت واستقلالها وسيادتها وفقا لرسالة نور السعيد. نعم. التي سبق الإشارة إليها، وإذا تبين يقرأ لك النصوص موجودة عندي. لا موجودة، احنا نعرف العراق ما يعترف باستقلال الكويت ومحترمين هذه الدولة الجارة، لكن أكو متعلقات تبقى ما بين الدول المتجاورة، ترسيم حدود برية حدود بحرية وغيرها موجودة. يعني تم ترسيم هذه الحدود سابقا في زمن النظام الملكي بالعراق، في زمن نظام بداية الحكم الجمهوري، في زمن صدام حسين وغيرها. نعم تم ترسيم هذه الحدود في العهد الملكي وفي أيضا العهد الجمهوري، وأنا قلت لك إذا تبين يقرأ لك النص نقرأه ما في مشكلة، موجود. يعني رسالة نور السعيد. نعم. هذه أمامي تقول، يوجه الرسالة. نعم. إلى السيد إف همفري ويقول أظن أنه سعادتكم توافقون على أن الوقت قد حان لتأكيد الحدود الموجودة بين العراق والكويت، ولهذا فأنا أرجو أن تتخذوا الإجراءات الضرورية لأخذ موافقة السلطات المسؤولة في الكويت. نعم. على تفصيلات الحدود الموجودة بين البلدين. واسمع ايش يقول. هذا يتحدث عن الحدود البحرية أم البرية؟ لا هذا أتكلم الحين بريا وإجمالا، راح يجيك حتى هذا. تفضل. قال من تقاطع وادي العوجة بالباطن، منها شمالا، منها باتجاه شمال خط الباطن إلى نقطة تقع جنوب خط عرض صفوان تماما، ومنها شرقا فتمر بجنوب آبار صفوان جبل سنام وأم قصر مجتازا إلى العراق، وهكذا إلى مفترق طرق خور عبد الله زبير وخور عبد الله، خور عبد الله الزبير وخور عبد الله. طيب سيد عايد اذا تسمح لي دكتور. لا اذا تسمح لي، اكو نقطه مهمه، اكو مخاوف عند العراقيين دكتور، خلي استفسر. انا ما يهمني كل هذا النص، اكو نقاط مهمه مو قاعد، عندي نقاط مهمة أريد أستفسر من عندك يا دكتور إذا تسمح لي. هذا اللي تتحدث عنه، إذا تتحدث عنه بالرسالة دكتور، يعني بعض العراقيين، بعض المختصين بقضايا الحدود البحرية والبرية، يشوفون أنه
تعني أن العراق ممكن أن يفقد إطلالته البحرية، ممكن لو عنده راح تبقى عنده مساحة مطلة على الخليج. والله عاد هذا عنده الاختصاص الفني. لا أنا ولا أنت الحقيقة يحكم فيها. إنما أنا بذكرك باتفاقية حدثت حديثة. مش بعهد صدام ولا اللي قبله. اتفاقية خور عبد الله واتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله. قال اتفاقية خور عبد الله اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية. نعم. خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 90 واستكمالا لترسيم الحدود بين البلدين ووضع تحديد دقيق للأحداثيات على أساس الاتفاق المبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت 1961 خلصنا يعني هذه اتفاقية في عهد ما بعد صدام. نعم. طيب خلينا نعود إذا تسمح لي دكتور. الآن بس بكمل لك. نعم كمل كمل. وعلى راحتك. كمل الآن دكتور. في وفد كويتي في بغداد. نعم. وخلونا نتفائل خيرا. قد تكون يعني العلامة 162 هو اللي عليه الكلام. نعم. ما بعد العلامة 162. إن شاء الله تنحل القضية. وإحنا ما بيننا يعني شعوب ما بيننا عدا. أنظمة تجي وأنظمة تروح هذا موضوع آخر. لا إن شاء الله بالموضوع ينحل بالمفاوضات. أستاذ غازي. نعم. أكو اتفاقات سابقة كما تحدث دكتور عايد. لكن المفاوضات القادمة ممكن أن تضمن إعادة ترسيم حدود بحرية للعراق وتضمن له قدرة أكثر للوصول نحو الخليج ليعد شريان اقتصادي ومنفذ صادرات نفطية وتجارية وغيرها. أنا الحقيقة دعني أرحب بالأخ الدكتور ناع من الكويت. ما أدري أنتم يعني ما فاتني بس أنتم ما أخبرتوني مو بعدين تأمن الاتصال. الحقيقة حياك الله. الله محييك. الحقيقة هذه هي الرسالة اللي ذكرها زميلي الدكتور. نعم. إحنا عندنا أكثر من شاهد وعندنا دليل على أنه هذه الرسالة قد أضيف إليها من قبل الإنجليز. وهذا إحنا إذا قعدنا فعلا في قلوب صافية الطرفين وإحنا عندنا أكثر من 9 ملفات نفتحها. والحقيقة أكو ملف أيضا إنساني أنا كنت مسؤول عليه هم من خلال قناتكم وحتى يسمعني الدكتور العزيز هو ملف المفقودين. إحنا عندنا مفقودين وعدكم مفقودين. هسه أنا خليني شوية يعني أخذ إذا عدكم 600 استلمتوهم فإذا عدكم أقل من 600 فهذا بعدين نبحث إن شاء الله موضوع إنساني. أنا كلش تعبت به هذا وبدون تكليف وبدون جنطة وبدون سيف ذهب وبدون ساعة. خلينا نرجع لهذا الموضوع. هذا موضوع الرسالة اللي موجودة. خلينا نرجع اللي أنكى من عدها القرارات. أول قرار اللي صدر 660 إذا تلاحظ النص مالته يقول على العراق والكويت احترام حدودهم الدولية والعودة للثلاثة وستين. الثلاثة وستين يرجع للرسالة مالت نور سعيد. يا عزيزي يا دكتور احنا سبقا وان اشبعنا هذا الموضوع. يعني بالنسبة لنور سعيد هذا موصوب بثعلب السياسة العراقية والدولية ايضا. هو كان محكوم بقانون الاساسي رقم اللي سنة 1925 اللي بفقرتين الفقرة الثانية والفقرة 26 وموجود عندي. يعني هذا شاه إيران اللي كانت الناس تقبل إيده. المفاوض العراقي يريد منه هو يريد من المفاوض العراقي 5 كيلوات. لكن دكتور إذا تسمح لي هاي كانت دول معترف بها حكومات وأجرت هذه الاتفاقات وغيرها المفروض يتم الاعتراف بها. دعني أنت أروح بسؤال أخير لكم دكتور عذرا لضيق الوقت. العراق إذا تسمح لي دكتور أخير سؤال أخير لي دكتور عايد. دكتور
العراق يقبل بالموافقة على حدود الكويت العراقية الكويتية الحدود البرية، لكن ممكن أن تضمن الكويت الاعتراف بالحدود المائية وإيقاف عمليات اعتقال الصيادين بنصف دقيقة إذا تسمح دكتور عايد؟ والله يا عزيزي هذه اتفاقيات ثنائية، وهذه أيضا لجان فنية ما بين الطرفين وقانونية. قريت لك أنا الاتفاق الذي تم. نعم. طيب كل يوم نعقد اتفاق يا أخوان. هذا غير منطق ترى. يعني اتفاق تم في عهدكم أنت والجديد اللي أصبح يعني على صدام بالي ولا اليوم. نعم. هذا العهد اتفاق معه. الآن قلت لك وزير الخارجية الكويتي في بغداد وينافس، وممكن نوصل إلى نقاط مشتركة. هذا كله من خلال التفاوض والحوار البناء، بعيدا عن العنجهيات وانه والله حدودك الى المطرح والكلام الفاضي اللي ما له داعي. هذه كلها الحقيقه لا توكل عيش. القرار الدولي واضح، الكويت متمسكه بالقرار 833 لسنه 1993، والحديث انه والله الاندونيسي انسحب يا اخي هذا رجل. وضحت فكرتك، شكرا لكم دكتور، شكرا لكم وعذرا لضيق الوقت. اليوم احنا نفترض حسن النيه. نعم. وان شاء الله الامور تتم. نعم. بالطريقه الصحيحه. الشكر جزيلا لكم الباحث والاكاديمي الدكتور عايد المناع، كنت معنا مباشره عبر سكايب ضيفا كريما. شكرا لك، والشكر جزيلا لكم المختص في مجال الانهار والحدود الدوليه الدكتور غازي الربيعي. شكرا لكم دكتور، كنت ضيفا كريما، والشكر موصول لكم. شكرا. مشاهدينا الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.